تجمع أكبر عدد من الكلاب الضالة في شارع نهي أو شارع الجمعية متفرع من شارع نهي، والمسؤولون في غيبوبة. أين المسؤولون من هذا عدد الكلاب الغير عادية؟ هل ينتظرون الكارثة؟ الأطفال يعبرون هذا الطريق يوميا إلى المدارس. أين المسؤولين؟ نسأل اليوم، أين المسؤول الحي بلادكم؟ هذا العدد الكبير من الكلاب الضالة في الشوارع، أكثر من 14 كلب في مكان واحد، والمسؤولون لا يسألون. هل ينتظرون الكارثة؟ نعم، المسؤولون في غيبوبة. ننتظر رد أحد المسؤولين عن هذا الموضوع الهام جدا. حياة أولادنا في خطر، هكذا يقولون في بلادكم. أكبر عدد كلاب، أكثر من 14 كلب في مكان واحد. هذا مكان واحد، نقطة واحدة. ولاء الدكرور عدد نسمتها أكثر من 2 مليون بني آدم، وأكثر من 500,000 طفل. لا يوجد مسؤول. أين المسؤول؟ وشكرا.
السلام عليكم أعزائي أحبائي قناة بحر المنوعات. إذا كنت ضيفا جديدا في القناة فرجاء الدعم والاشتراك في القناة لكي نستمر ونقدم المزيد من المواضيع الهامة. وشكرا.